نحن الآن في دبي في بث حي ومباشر بالفيديو في مباراة كبيرة وتنافس قوي بين الفريقين على أرضية الملعب. والآن ينطلق الشوط الأول. النتيجة الحالية 1-0. بناء هذه الهجمة بالسحيل جيد للهجمة. هذه الفرصة. لا مستحيل. هدف ساحر ومهارة خيالية. إذن عودة إلى مجريات اللقاء. بعد في تغيير جميل لنهاية الشوط الأول.